فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: القاعدة بأن من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته بغيره، يقول: ألا يستدل هذا ما هي مسلمة القاعدة دي. هذه عند بعض العلماء، عند بعض العلماء ما هي مسلمة، ما هي محل إجماع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، فالفاسق مثلا تصح صلاته لنفسه لكن ما يصح أن يكون إماما. نعم.